بصوا يا جدعان، الفيلم ده مقرف وانا اتقرفت منه من الاخر، بس فيه فكرة حلوة، فلو جاهزين يلا نبدأ. الراجل ده اسمه جورينج، صحي من النوم لقى نفسه في سجن بيطلقوا عليه اسم الحفرة، ولقى معاه شريك في الزنزانة راجل عجوز مهكع، وبدأ يتعرف عليه والعجوز بيفهمه النظام ماشي ازاي ويقول له احنا في المستوى 48 وده فل الفل. فيقوم يبص يشوف كذا دور تحته وكذا دور فوقيه، فيستغرب ويحاول يعرف معلومات اكتر عن المكان. فالعجوز يكمل يقول له كله متوقف على الاكل، اوقات بيكون في غاية السهولة واوقات تانية في قمة الصعوبة، وده بيتوقف على المستوى اللي انت هتكون فيه، والحسن حظنا يا معلم ان احنا في المستوى 48. فيستغرب ويقول له شكلك هنا بقالك كتير، يقول له بقالي شهور كتير، وارجع اقول لك احنا في مستوى 100 100. ويكمل ويفهمه ان في كل مستوى بيفضلوا قاعدين مدة شهر، ويقطع كلامه فجأة ويقول له بطل غلبة الكلام الكتير بيتجوعني. وفجأة قام وقعد على الارض، فيسأله هو ايه اللي بيحصل، فيقول له هتشوف كل حاجة دلوقتي ما تستعجلش. وتنزل سفرة فيها اكل كتير، فيبص في الاكل ويقول له بقرف الاكل ده شكله اتاكل قبل كده. فالعجوز يرد على طول ويقول له طبعا مش محتاجة كلام، فيقول له ده مقرف قوي، ويبص فوق ويقول له على فرض ان احنا في المستوى 48 وفي كل مستوى شخصين، يعني ده بواقي اكل 96 شخص، واحنا المفروض ناكل الاكل ده بعد ده كله. فما يردش العجوز ويكمل اكل، ويفهمه ان السفرة هتقف عندهم لمدة دقيقتين وهتنزل على المستوى اللي بعده. فيقتنع بكلامه وياخد تفاحة يتيمة ويقول له هاكلها بعدين، والعجوز يضحك. وبعد ما الدقيقتين عدوا نزلت للمستوى اللي بعده، وجورينج فجأة يقول له الجو حر جدا، والعجوز يقول له ببرود لسه درجة الحرارة هتزيد. وجورينج يقول له ايه السبب، يرد عليه التفاحة، لازم ترمي التفاحة، ولو احتفظت بأي حاجة من الأكل في الزنزانة درجة حرارة الأوضة هترتفع أو هتنخفض، وكله متوقف عليه. وعلى طول رماها ودرجة الحرارة رجعت طبيعية في الأوضة. وجورينج ابتدى يتعرف على العجوز ويفتح معاه كلام ويقول له أنا هنا عشان أخد دبلومة، وهم خيروني لإما أدفع فلوس كتير في الدبلومة لإما أتحبس 6 أشهر في السجن. فيتعدل العجوز ويقول له هو أنت جاي هنا بإرادتك؟ نعم يا حبيبي. طب اشرب بقى حبيب قلب، ويرجع ينام على السرير وما يردش عليه. وبالليل وهما نايمين قام جورينج على الصوت، ولما قرب من الحفرة طلعت السفرة بسرعة، وفهم من العجوز إن السفرة بترجع فوق بالليل. وتاني يوم والعجوز بياكل يقول له أنت مش وش نعمة وما تستحقش المستوى اللي أنت فيه وما بتحمدش ربنا على فكرة، وهو برضو ما ياكلش وقرفان من الاكل. والعجوز يفتح معاه كلام ويبدا يحكي له قصته، ان سبب مجايه السجن هنا امر تافه جدا، ان هو شاف اعلان في التلفزيون عن نوع من السكاكين الحاميه واشترى واحده، ولما جربها يومين لقاها فكسانه، واما جه الاعلان تاني لقى الاعلان بيتكلم عن ماركه سكينه تانيه ونوع تاني، فاتضايق وتعصب واخد التلفزيون ورماه من الشباك، عصبي قوي، ومن حظه الاسود وقع على واحد في الشارع ومات، واديني اهو. وجورينج يحاول يستفسر عن كم مستوى في الحفرة او السجن ده، فقال له انا كنت في الشهر اللي فات في المستوى 132 قبل ما اكون في المستوى ده معاك. فيستغرب ويقول له انت بتقنعني ان السفرة دي بتوصل للمستوى 132؟ فيقول له انت عبيط ولا حاجة طبعا بتوصل. فيستغرب ويقول له امال عشت الشهر هناك ازاي من غير اكل؟ فيرد عليه ويقول له الانسان ممكن يعيش شهر من غير اكل. فجورينج يكمل معاه كلام ويقول له خيروني اخد اي غرض معايا فاخترت الكتاب وانت؟ فيضحك ويطلع سكينة، انا اخترت سكينة الماركة التانية. وما عدى كام يوم قرر انه ياكل اي حاجة لاما هيموت، واكل وقضى اليوم يقرأ الكتاب، وفجأة جثة واحد تترمي في الحفرة والدم يطرطش على وشه وهو يتخض ويقول له هو ده شخص وقع؟ طبعا امال انت فاكر ايه يا حبيبي، وهو بيصرخ بصوت عالي مفيش حد هيعمل حاجة. والعجوز يقول له ايه ده من ربنا ان احنا نفضل في المستويات الوسطى، ويغسل وشه ويتعصب على العجوز ويقول له انت ازاي عشت في المستوى 132 وصحتك زي البوم وشكلك معلتش من الجوع وكمان معاك سكينة وشريكك اللي كان معاك اختفى، نفهم من ده ايه يا ابو العريف؟ طبعا نفهم ان انت اكلت شريكك. وفي نفس الوقت وقبل ما يرد عليه نزلت السفرة، وتفاجئ ان في واحدة نازلة مع السفرة ويسأل العجوز مين دي، يقول له كل شهر بتنزل مع السفرة وبتدور على ابنها. فيقول له هو في الحفرة في اطفال اصلا؟ يهزله راسه ان هو ما يعرفش ويقول له انت عارف هي بتعمل ايه كل شهر؟ بتقتل شريكها قبل ما تنزل، وغالبا اللي اتحدف امبارح ده كان شريكها. ويرد على سؤاله اللي كان سأله ان هو ما قتلش حد في المستوى 132 وان عقوبة شريكه في الحفرة انتهت، وبعد 8 ايام وقعت جثة في المستوى بتاعي لما كانت السفرة قدامي، واكلت ساعتها لحم بشري ولكن ما قتلتش حد، وما تفترش عليا من الاخر. انت ظالمني. وعدى يوم ورا يوم وتعود على الاكل، وكل يوم دايرة للعجوز فصل من الكتاب، والشهر عدى واتخدروا وناموا، وتاني يوم
صحي لقى نفسه مربوط، يا نهار اسود ومتكتف، والعجوز يقول له انت نومك تقيل قوي يا اخي، واهدى بقى لما نشوف ايامنا السودة في المستوى اللي احنا فيه، ويطلعوا في المستوى 171، انت فاهم معناه ايه الكلام ده؟ ويقول له ما تخافش انت اقوى واصغر، ولو استحملت يوم او اسبوع مع مرور الوقت هتهجم عليا، واحنا في حاله لا اما تاكل لا اما تتاكل يا حبيبي. واستجدع معاه وقال له انا وعدك في الاسبوع الاول مش هاكل منك خالص. يا سلام على الحنيه، اتفقنا. ولما نزلت السفره لقاها ممسوحه، ويقول له شوف ولا عظمه مصمصها، ويقول له بص انا كل 8 ايام هقطع منك حته صغيره وهعالجك في نفس الوقت، وده طبعا مش عشان حباب عيونه، ده عشان يحافظ عليه ويوعده انه هيديله نصيبه منه. ويوم ورا يوم حبيبي يعدي، والعجوز يتجنن، وجه الوقت والعجوز يقول له هنبدا النهارده، انا كده استحملت يابا 8 ايام، وقطع حته صغيره منه وهو بيصرخ ومستسلم. وفجاه البنت تنزل على السفره وجت في الوقت المناسب الحمد لله، وانقذته واخدت السكينه وذبحت العجوز وفكت جورينج واديته السكينه، وهو كمل عليه ويقول له كنت هتاكلني حي، ويكمل عليه. وكل يوم البنت تقطع من الراجل العجوز حته وتاكله، وهو من شدة الجوع ياكل، وسابته ونزلت. والشهر عدى، ولما صحي لقى نفسه في المستوى 33 ومعاه مزة، ايوه بقى هتلعب بقى، ومعاها كلب، وتطلع الست اللي كان قاعد معاها قبل ما يتسجن في الحفرة، وكانت بتعرف عنده حساسية ولا لا، وايه نوع الطعام اللي بيحبه. واستغرب، وقبل ما يستغرب قالت له انا اتطوعت من تلقاء نفسي، وانها جايه تعدل الميله، وهو يقول لها الطعام ما بيكفيش 200 مستوى، فترد تقول له لو كل شخص اكل على قده السفره هتوصل لاخر مستوى وكله هياكل، وتفهمه انهم عملوا الحفره عشان تحاكي المجتمع والطبقات اللي فيه، وان في فئه صغيره في الطبقات ديت هي اللي بيكون معاها كل حاجه، وانهم عملوا سجن الحفره ده عشان كل المستويات تتعاون مع بعض. ولما نزل الاكل عمل الطبق للكلب، فيقول لها انت قاعدة تتكلمي عن توفير الاكل وبتاكلي كلب، فترد عليه وتقطع كلامه ان ده حصتها من الاكل النهاردة وهي مش هتاكل. فسألها وقال لها هو في اطفال هنا؟ قالت له مفيش اصغر من 18 سنة، والادارة دقيقة في الموضوع ده، وتنزل السفرة وتقول للناس اللي تحتيها كلوا على قدكم، وهم يقولوا لها خليكي في حالك، ويرد عليها رد منطقي خالص ان هم كانوا في المستوى 88 وبالعافية خرجوا احياء، وفكك مننا من الاخر. وهنا جورينج يقول لهم ويجيب النهاية، اسمعوا يا حسالة انت وهو، اسمعوا كلامها واللي عامل حمام على الاكل وهو نازل ليكو، وهنا يبطلوا اكل، جاب لهم من الاخر. واليوم اللي بعده تنزل السفرة ويلاقي الست اللي بتدور على ابنها مصابة اصابة خطيرة وما يلحقوش ياكلوا المرة دي، وحاول يعالجها. وتاني يوم لقى الست اللي معالجها مموتة الكلب، وشركته تتخانق معاها وتصرخ على كلبها، بس في الاخر سابوها تنزل. وشركته تقول له انا قابلتها من 8 اشهر وهي ملهاش اهل ولا عندها اطفال، وتقول له انا اشتغلت في الشركة دي 28 سنة ومعظم الناس اللي هنا انا اللي بعتهم لهنا، وانا ما كنتش اعرف ان المكان هنا بالفظاعة دي صدقني، وهو ما صدقهاش، وتقول له لازم تصدقني، وتكمل انها حربت مرض السرطان لمدة 3 سنين، ولما عرفت انها خسرت المعركة مع المرض قررت اجي المكان هنا عشان اقدم المساعدة. وهنا ساعتها اقتنع، وعدت الايام ومفيش فايدة فيهم، وشركته بطلت تاكل حزن على كلبها، ويقول لها لازم تاكلي، والنهاردة اخر يوم في الشهر وبكرة مش عارفين هنكون فين. لقى نفسه في المستوى 202 بوم، ولقى شريكته منتحرة، وتخيل شريكت بتكلمه وتقوله أنا كان ممكن أنط زي كل الناس بس سبت لك مفاجأة جسمي، وتقوله كل جسمي عشان تقدر تعيش. وساعتها يتخيل كمان العجوز، وجورينج يسد ودانه وهيقوله احنا جوه راسك يا غبي، وهنا اتجنن وبقى زي المجنون. وتاني يوم تنزل السفرة وطبعا ما فيهاش حتة عظمة، وأخد حتة من الطبق وفكر في الانتحار ومرضاش ياكل من جسمها، وبقى ياكل ورق أحسن ما ياكل شريكته، وبعد فترة ما استحملش وهنا بدأ ياكل منها. ولما عدى الشهر صحي لقى نفسه في المستوى 6 دلع الدلع، ولقى واحد زنجي شريكه وفرحان جدا ان هما في المستوى ده وان ده اخر شهر ليه، وشريكه قرر ان هو يطلع بالحبل اللي معاه للناس اللي فوقيه وقال لهم ساعدوني اطلع الخمس مستويات دول، ويوافقوا انهم يساعدوه ورمى الحبل وبدا يطلع، بس طلعوا واطين واندال سابوا الحبل وخلاص هيقع يلحقوا جورينج على طول، والزنجي يفضل يشتم فيهم. وشويه نزلت السفره كامله واول مره تنزل كامله وكلوا منها، ولما بص على اللي تحته لقاهم بيهجموا على الاكل
الأكل. وهنا جت فكرة مجنونة في دماغه وقال للزنجي ساعدني في الهبوط لآخر مستوى وهيصنعوا أسلحة وهيقف على السفرة وإن هما يبقوا مسؤولين عن توزيع الأكل في كل مستوى عشان كله يأكل، مش هقدر أعمل ده لوحدي، لازم تكون معايا. والزنجي يقول له ده أنت حار، أنا بقولك عايز أخرج وأنت تقولي ننزل لآخر مستوى، أنت مجنون ولا هبل؟ لو نزلنا الأكل لآخر مستوى هنكون خالفنا نظام الحفرة، ولو ساعدتني هساعدك والسفرة طالعة وهطلع معاك واحميك. فوافق وضحك وما يعرفش ان يومهم هيبقى اسود. وتاني يوم حضروا اسلحة ووقفوا على السفرة واستعدوا ونزلوا المستوى اللي تحتيهم. وهنا قرر جورينج ان اول 50 مستوى مش هياخدوا الاكل وهيقلب النظام ومش هيموتوا من جوع لو ما اكلوش النهاردة. ولما العجوز حاول يخطف حاجة الزنجي ضربه ونزلوا المستوى اللي بعده وقعدوا يبعدوا كل الناس عن السفرة لحد ما وصلوا للراجل عجوز وجورينج يقول له انت عارفه؟ فيقول له ان هو عارفه وان الراجل ده حكيم من الاخر وبيقول كلام زي اللوز. وهنا الراجل بيديهم درس ويقول لهم السلوكيات اساس، ان السلوكيات البني ادم هي الاساسية وانتوا فوق الاكل فما فيش اي سلوكيات. وبعد كده استخدم العنف براحتك وكل اللي في المستويات اللي فوق هيسمعوا انكم نجحتوا وفي نفس الوقت وصلتوا رسالة للإدارة فوق فيستغربوا. فكمل اختاروا طبق شكله حلو وجميل ولازم يرجع للمستوى صفر سليم. وقال لهم تخيلوا وشوشهم اما يشوفوا الطبق راجع ليهم سليم وهنا يستوعبوا الرسالة وقرروا ان الطبق ده هو المفروض اللي يحافظوا عليه. ولما نزلوا المستويات اللي بعد كده الناس بقت عنيفة جدا واللي رفض اتضرب والفوضى انتشرت ووصلوا وكملوا. ولما نزلوا المستويات اللي بعد 50 بدأوا يدوهم الاكل وكملوا ووصلوا المستوى 96 لقوا راجل عجوز خلاص هيموت وشريكه اللي معاه معاق فشربوه واكلوه. والمعاق يقول لهم بعد ما تمشوا هشق بطنه واكل كل الاكل اللي انتوا اديتهوله. وللأسف سابوه وكملوا رسالتهم. ولما وصلوا للمستوى 250 اكتشفوا ان لسه في مستويات تاني واول ما نزلوا المستوى اللي بعده سمعوا صريخ ولقوا راجل رافع الست اللي بتدور على ابنها وبيموتها. وجورينج هجم عليه عشان يرد لها الدين وفضل يضرب فيه وشريكه في الزنزانة وهوبا يفتح بطنه واتقلبت الآية والراجل فضل يضرب في جورينج. وفي الاخر الزنج موت اللي بيتخانق معاه وانقذ جورينج ويقومه ويقول له مفيش وقت والسفرة هتتحرك وكملوا نزول. وكل اللي قبلهم بعد كده مجانين ومفيش اي اكل اتبقى معاهم الا الطبق اللي محافظين عليه. ولما وقفت السفرة عرف ان هم في اخر مستوى 333 وده الاخر في الحفرة وهم هلكانين من التعب. والزنجي بينزف وجورينج سمع صوت ولما بص تحت السرير لقى طفل وطلع ان الطفل حقيقي ونزلوا من على السفرة. وفجأة تكمل السفرة نزول وملحقوش يطلعوا عليها. وجورينج يقول له ارمي الطبق الجو هيسخن وهنموت لو سخن. والغريب في المستوى ده ان مفيش اي حرارة ارتفعت زي بقية المستويات. ولما شاف الطفل تطلع بنت مش ولد وجورينج يقول له شكلها جعانة وان هي بقى لها مدة ما اكلتش فيقول له اديها الطبق. فالزنجي يرفض ويقول له الطبق رسالة بس لما بصلها قرر انه يدهلها وضاعت الرسالة. ومش بس كده الاسوأ انه في اخر مستوى اغمى عليه ولما فاق لقى الزنجي مات وانه دمه اتصفى من الجرح. تاني يوم اخد البنت ونزل مع السفرة. وهنا تخيل الرجل العجوز بيكلمه ويقوله انتهت الرحلة والبنت دي هي ممكن تكون الرسالة اللي ممكن توصلها للمستوى صفر. وهنا جورينج يقرر يسيبها تطلع مع السفرة وينتهي فيلمنا. واتمنى ان الفيلم عجبكم. اشترك وفعل الجرس وانتظروني محمد محسن بهاريز الافلام.